إذا مشاهدينا متتبعينا عاس في حرس ميشو في تيفي، صباح النور عليكم، الله يدخل عليكم هذا النهار بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر. تحية لكم خالصة من القلب إخواني مشاهدينا متتبعينا محبي قناة شوف تيفي، صباح مبروك عليكم. دردشة خفيفة طريفة، جولة طريفة صغيرة غادي نديروها معكم في هذا الصباح، مع موضوع واش معمركم تعرضتوا لشي موقف محرج أثر عليكم. يلا طلعوا معنا الإخوان، بغينا نعرفوا واش معمركم تعرضتي لشي موقف محرج اثر فيك. كمال خويا الحسيني، تحيه لك خويا كمال، مرحبا خويا كمال، تحيه لك. طبعا معنا الاخوان، بغينا نعرفوا واش معمركم تعرضتي لشي موقف محرج. يلا موقف محرج واش معمركم تعرضتي ليلو واثر فيك. خويا كمال عطينا راي ديالك، خويا كمال واش معمرك تعرضتي لشي موقف محرج اثر فيك. خويا ادريس عليكم السلام، خويا ادريس صباح النور عليك الحبيب، تحيه لك خويا ادريس. يلا طلع معنا الاخوان، بغينا نعرف واش اثر عليكم شي موقف محرج تعرضتي ليلو. يلا بارطاجيو معنا الاخوان، بارطاجيو طلعوا معنا الاخوان، بغينا نعرفوا واش عمركم تعرضتي لشي موقف محرج اثر فيك. يلا تحيه لكم خالصه من القلب. ابراهيم اسعد الله صباحك اخويا ابراهيم، تحيه لك اخويا ابراهيم، وتحيه كل متتبع قناه شوف تيفي، تحيه لك اخويا. ولا اخويا ابراهيم واش عمرك تعرضت لشي موقف محرج اثر فيك؟ كتعرفوا بان بعض الاشخاص تعرضوا مواقف محرجه، ديك المواقف المحرجه ما كتكونش عندهم في البال وكتاثر عليهم. بغينا نعرفو، كيبقى يفكر الانسان كيقول علاش درت ديك الحاجه، كاش خصني ندير ديك الحاجه. الهام تحيه ليك اختي الهام، صباح النور عليك اختي، تحيه خالصه من القلب عليك اختي الهام، تحيه ليك. طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو، بغينا نعرفو واش معمركم تعرضتوا لشي موقف محرج اثر فيكم. محبي قناة شوف تيفي طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو، بغينا نعرفوا واش معمركم. علاء صباح النور اخاي، تحيه ليك اخويا علاء. مصطفى تحيه ليك اخويا، ترك عين شقفه الحبيب. يلا طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو، بغينا نعرفوا واش معمركم تعرضتوا لشي موقف محرج ولا لا. امين خويا تحيه لك اخويا امين، بونجور عليك الحبيب. قول لي واش عمركم تعرضتي لشي موقف محرج خويا خالد؟ السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يحفظك اخويا خالد، تحيه لك اختي الهام، مرحبا الف مرحبا. يلا الاخوان واش عمركم تعرضتي لشي موقف محرج اثر فيكم؟ عطيونا تعليقاتكم الاخوان، عطيونا تعليقاتكم، بغينا نعرفوا واش عمركم تعرضتي لشي موقف محرج اثر عليكم. ايهاب ملاك، تحية صباح النور عليك اختي ملاك، تحية ليك وتحية الناس في امستردام، مرحبا. واش معمركم تعرضتي لشي موقف محرج اثر فيكم؟ طلعوا معنا الاخوان بارطاجيو وعطيونا الراي ديالكم، واللي يدير الكومونتير يدير مينا مدينة باش نعرفوا الاخوان اللي متابعينا فينا بلاصة هما وفي مدينة متابعينا. بونجور تحية ليك نشيط، تحيه لك اخويا نشيط، مرحبا مرحبا مصطفى، مرحبا اخويا مصطفى. ترى قاعد
شفت حمزه اخويا راك عايش في الحبيب. يلا الاخوان طلعوا معنا وبارطاجوا، بغينا نعرفوا واش مع موضوع تعرفتي بشي موقف محرج ولا لا. خالد البيضاوي، خالد البيضاوي يا خالد البيضاوي، تحيه ليك اخ خالد البيضاوي. امين امينو، مرحبا اخويا امين، مرحبا الف مرحبا اخويا امين، تحيه ليك اخويا امين، مرحبا ملاك صباح النور عليك اختي ملاك تحليمي نور، تحيه ليك اختي نور، اسعد الله صباحك يا اختي نور. لك هاد الدنيا كلها مواقف محرجه، تحيه ليك اختي نور. راك عين شقة ماشي عين شقة خويا حمزه، طريق عين شقة مازال عين شقة فوق. طلعوا معنا الاخوان وبارطاجيو، بغينا نعرفوا الراي ديالكم واش عمركم تعرضتوا لشي موقف محرج اكثر فيكم ولا لا. جولة خفيفة طريفة معاكم، كنجوبو شوارع مدينة فاس، نوريكم الطرقان نوريكم الصباح كي داير. مرحبا وألف مرحبا، أجي سولارو، أجي أخويا سولارو، تحية ليك تحية الناس سولارو، مرحبا أخويا أجي سولارو أخويا، حي الرياض نجيو عندك أخويا حمزة نشيط. سعد الفيلالي صباح النور عليك الحبيب، ديما راجع ديما راجع ديما وليدات، تحية ليك أخويا سعد الفيلالي، مرحبا أخويا. يلا الإخوان طلعوا معنا، بغينا نعرفوا واش عمركم تعرضتوا لشي موقف محرج أثر فيكم، طلعوا معنا الإخوان، يلا طلعوا معنا. شي الناس راه كتتعرض لمواقف محرجه كتكون بسيطه وكتاثر عليها، مواقف محرجه كتاثر عليها، كتحس بحال اللي دارت شي حاجه ما خصهاش ديرها، كتبقى تفكر فيها بحال كأن الضمير وبزاف الحوايج. صديق ديالي تعرض لواحد الموقف محرج، وأن واحد السيد مسكين مكانش كيشوف، كان بحال مباينش عليه كيشوف، فهمتي مباينش عليه، راه كتعرف بلي كيكون الإنسان مصير راه مكيتبع مع عندو لا عصا لا تا حاجة، مدير لا نضادر مباينش، هو بحال اللي دايز قاطع والآخر كيكلاكسوني عليه حيد حيد، والآخر مشايفوش مكيسامعوش. بعيد شفت ديك البلاصه وما عارفش مسكين مين يمشي، حتى دار فيه الاخر قال له هذاك راه ما كيشوفش، عرفتي عرفتي بحال اللي نزلتي عليه المبر بقى كيشوف، هو بحال اللي انبو ضميرو ديك الساعات على خصو شي دار ديك اللقطه لهذاك اللي ما كيشوفش ما عرفوش كيشوف. جا وعود هادي قال لي شنو وقع لي واش وقع لي، قلت له اصاحبي ما قال لي لا اثر فيا ما كانش خصني ندير هكا، السيد ما كيشوفش وانا مشيت درت ديك اللقطه ما كانش خصني نديرها، بحال اللي بقى فيه الحال بقى فيه الحال ورجع باش يشوفو فينا ما لقاش تماك باش شي يقول طلب منه السماحه ولا شي حاجه وما لقاش. خويا عبد الرحيم بوعياد تحيه ليك اخويا عبد الرحيم، وتحيه لعائله بوعياد، وتحيه كل الساكنات مدينه القديمه الرصيف، تحيه ليك اخويا بوعياد، صباح الخير عليك اخويا الله يحفظك. با خويا بوعياد تحية ليك اخويا، يلا خويا بوعياد واش عمرك تعرضتي شي موقف محرج اثر فيك؟ طلع معنا اخ بوعياد اعطينا الراي ديالك، تحية ليك اختي الهام شانيل، مرحبا والف مرحبا. ارتيستو خان بينزير
تيستو قال لك الموقف المحرج يتعرض له هو انه مشى يطلب خدمه، دفع السي في لواحد الشركه في المغرب، جاوا ما قالوا له ما كنقبلوش الدراري كنقبلو غير البنات. تحيه ليك اخويا ارتيستو خان. نينا صباح النور عليك اخي، صباح النور عليك اختي، صباح التفاؤل الله يحفظك، تحيه خالصه من القلب، مرحبا والف مرحبا. الانسان راه كيتعرض مواقف محرجه في حياته كتاثر فيه، كما قلت لكم هذا الصديق هذا تاثر فيه شي تقريبا شي يومين، وهو كيفكر في ديك السيد ما كانش خصو يدير له هكاك، لانه هو كان سحاب له انسان عادي كيشوف، وهذاك ما كانش كيشوف السيد ما كانش كيشوف. الله طلعوا معنا الاخوان وبارطاجيو، بغينا نعرفوا الراي ديالكم. ابو ادم تحيه لك اخويا ابو ادم، صباح النور عليك الحبيب، يلا مرحبا الف مرحبا. طلعوا معنا الاخوان بغينا نعرفوا الراي ديالكم، واش ما عمركم تعرضتوا شي موقف محرج اثر فيكم وشنو هو؟ يلا قولوا لنا شنو هذا الموقف المحرج. درت دردشه خفيفه ظريفه معكم، نعرفوا المواقف اللي تعرضتوا لها ودردشوا مع الاخوان والاحباب في الصباح هذا، صباح منور ومتفائل كما قالت الاخت نينا. ان شاء الله باذن الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر يا ربي. الله يحفظك اخويا ابو ادم، تحيه لك اخويا ابو ادم. والله الانسان اللي تعرض شي موقف محرج يطلع معنا، يطلع معنا ويقولنا شنو هو هذا الموقف المحرج اللي تعرض له. كما كتشوفوا الصباح مدينة فاس رائع، الجو نشيط جدا معتدل، حركية اعتيادية اللهم لك الحمد، والله يهز علينا هذا الوباء، قولوا امين، دعيو معنا يهز علينا هذا الوباء. يلا الاخوان طلعوا معنا بغينا نعرفوا الراي ديالكم، واش ما عمركم تعرضتوا لشي موقف محرج اثر فيكم؟ شاطرونا الرأي، شاطرونا المواقف ديالكم. أبو آدم وتحية لك أخويا، وتحية الناس الأكادير، تحية لك أخويا أبو آدم من أكادير، وتحية الناس الأكادير، مرحبا أخويا. طبعا أنا الإخوان بارطاجيو، بغينا نعرفوا الرأي ديالكم، نعرفوا المواقف اللي تعرضتوا لها المحرجة، واش أثرت فيكم ما أثرتش فيكم؟ طلعوا معنا عطيونا رايكم، عطيونا رايكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. دردشه خفيفه ظريفه، صباح النور سنغافوره، تحيه لك اخويا رشيد، وتحيه للمغاربه المقيمين بسنغافوره. حسن خويا تحيه لك اخويا حسن بن جلون، الله يدخل عليك هاد النهار بالصحه والسلامه والعافيه اخويا حسن من ناظور، تحيه لك اخويا حسن. نينا بن شرقي تحيه لك، اش كيجيك بن شرقي؟ يلا الكوايري بن شرقي اش كيجيك اختي نينا؟ مرحبا مرحبا والف مرحبا. اذا المشاهدين والمتتبعين على الصفحه الرسميه شوف تي في، صباح النور عليكم واسعد الله اوقاتكم. شنو هو الموقف المحرج اللي تعرضتوا له في حياته في حياتكم واثر عليكم؟ يلا طلعوا معنا الاخوان بغينا نعرفوا الموقف المحرج اللي تعرضتي له في حياتك. الناس ما دارتش المواقف المحرجة بحال جوج هما اللي داروا تعليقات على مواقف محرجة اللي تعرض عليها. الأخ قال بأن الموقف اللي تعرض فيه هو مشى يدفع لواحد الشركة، صدق ديك الشركة بحال كطلب هي البنات تعرض ديك الموقف محرج. كنظن أن تعليقاتكم تقريبا شي تعليقات شي 120 تعليق ولا ما عرفتش شحال التعليقات اللي درتيوها، ما كاينش شي واحد اللي شاطرني الرأي وقال لي بأن راني تعرضت لواحد الموقف محرج. أشنو هو أشنو هو أشنو هو؟ اذا ما كنظن بانكم ما تعرضتوش للمواقف المحرجه، خليكم ديما هكا، تحيه لكم خالصه من القلب. لا ما كايناش الشتا خويا ابو ادم، كما كتشوف الجو مشمس الحمد لله، درجه الحراره 15 درجه اللهم لك الحمد. ويا كمال تحيه لك اخويا كمال. يلا طلعوا معنا الاخوان اللي عنده شي موقف محرج تعرض ليه يقولوا لنا، شاطر معنا. وشكون يعرف؟ قالت لك يمكن ولد عمك تقريبا، بن شرقي بن شرقي 100% يكون ولد عمك. المهم كنية على كنية، راكم بجد واحد.
يلا الاخوان طلعوا معنا بارطاجوا، بغينا نعرفوا الراي ديالكم واش عمركم تعرضتوا شي موقف محرج اثر فيك. شاطرون الله يعني. مرحبا والف مرحبا، يلا بارطاجوا شاطرون الراي الاخوان، الله يجازيكم بخير. بغينا نعرفوا واش عمركم تعرضتوا شي موقف محرج. وقفوا هنايا نتذكروا معكم شي شويش. تعرضت لموقف نهار تعصبت على جدي لتدخلها في اختيار مهني، في اختيار مهنتي في الدراسة. قلت لها انت لست امي، مع العلم هي اللي ربتني بعد وفاة الام ديالي وانا راضية. ندمت بزاف. تحية لك اختي نور، موقف محرج بزاف. الجدة ديالك دخلت في اختيار المهنة ديال الدراسة، واحد الحاجة جات اختارتها الا راه انها خايفان عليك وكتبغيك وبغياك يربح هادشي. علاش هي تدخلت؟ حيت انتينا هذيك راه الام ديالك رباتك، داكشي علاش. بان الام ديال ديك الخوف ديالها وديك الحب ديالها وديك اللي كتبغي تكون انت احسن منها وتكوني انت احسن بنت كاينه عندها كتشوفها في العالم، وكتمنى لك احسن المراتب. هادشي علاش دخلت. اكيد ان ضمير ديالك نبك، اكيد ان موقف محرج، لان اصلا الانسان كيكون كيغوت في ديك اللحظه، كيكون كيتعصب، كيكون في واحد اللحظه ما كيكابطيش فيها راسو. هادشي علاش. ولكن الحمد لله ملي داركتي الامر وعرفتي بانك راك غلطتي، طلبتي منها السماحه بعدا ولا لا؟ اختي نور تحيه ليك. خويا عبد الفاسي تحشي فاس فاس وحشاتك اخويا. خويا عندك مشكل مراكش بزاف. خويا الناظور تحيه ليك. اخويا الناظور الناس مراكش تحيه ليك، وعندهم مشكل. عندي مشكل مراكش تحيه ليك. يجيو عندك اخويا المراسلين ديال مراكش. اخويا خلي الرقم ديالك وحنا ما علينا الا نتصلوا بك، نجيو عندك في اقرب وقت. تحيه ليك اخويا الناظور. عبد الفاسي راك في النار يا اخويا، راني في النار. تحيه ليك اخويا، راه عارف اخويا فاس. تبارك الله عليك اخويا عبد الفاسي، تفاش وحشاتك. فينا بلاصه راك انت دابا؟ فينا مدينه اخويا عبد الفاسي؟ طلع معنا. يلا الاخوان بارطاجوا، بغينا نعرفوا الراي ديالكم واش عمركم تعرضتوا شي موقف محرج اثر فيكم. كما قالت الاخت بانها تعرضت لموقف محرج ديال الجده ديالها، انها دخلت في الحوار معها والنقاش على الاختيار الدراسه ديالها ولا شنو دير وشنو تفعل. تعصبت الاخرى لانها كانت باغيه، والحاجه كتقول لها لا ما ديرش هكا، الاخرى كتقول لها لا انا ندير هكا. دخلوا في نقاش، دخلوا في حوار جدل. من بعد ملي مشى الاخرى لقات راسها بان لا هذيك راه الجده ديالها راه كتخاف عليها وكتبغيها، وهذا الشيء علاش كتناقش معها وكتقول لها ما ديريش هذه ديري هذه. تحيه ليك اختي نينا، اختي نور. نور هذه اختي نور هي اللي قالت هذه الهضره هذه. عمر ال سلام خويا، تحيه ليك اخويا عمر ال. التفاعل ناقص الاخوان، ملي كيكون التفاعل راه ديما تنقولها لكم، ملي كيكون التفاعل اديوس اميغوس، راه ما كنزيدش. طلعوا معنا وبارطاجيو وديروا التفاعل، نزيدو نهضروا وندردشوا ونحاوروا مع الاخوان ونناقشوا معكم. بطبيعه الحال ملي كيكون التفاعل ناقص راه ما كيبقى كلام، كنحس براسي بحال اللي ما بقاش مرغوب فيا، الناس مشات بحالها، الموضوع ما همهاش. كنقول لكم اديوس اميغوس. اذا مشاهدينا ومتتبعينا هذه الصفحه الرسميه ديال شوف تي في، كان نهار مبارك مسعود معاكم، متفائل ان شاء الله الله يدخل عليكم هذا النهار بالصحه والسلامه والعافيه. ما تمشيو بعيد، خليكم معنا ديما على قناه شوف تي في. نضربكم موعد اخر في بث اخر هنا بمدينه فاس. ما تمشيو بعيد، خليكم معنا. اديوس اميغوس.